بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. خلوني أبدأ مع حضراتكم بمباراة امبارح. امبارح لا يوجد مبررات لهذه الهزيمة، حقيقة وجهة نظري أنا اللي بقول هذا الكلام، أنه لا يوجد أي مبررات لهذه الهزيمة من سان داونز. خلونا أتكلم مع حضراتكم بمنتهى الواقعية. المباراة كان فيها فرص كتير، لو كان النادي الأهلي أحرز فرصة من هذه الفرص كنا ممكن نكسب أكتر من كده، أو كنا ممكن احنا اتغلبنا 1-0، لكن كنا ممكن نكسب بسكور كبير. وبرضو خليني أقول لحضراتكم أن فريق سان داونز مش زي سان داونز في النسخ اللي فاتت. فريق سان داونز في هذه النسخة قد يكون أقل ولو بنسبة بسيطة من النسخ اللي فاتت، ولكن احنا أهدرنا فرص كتيرة جدا 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 كانت كفيلة بتغيير نتيجة هذه المباراة اللي اتغلبنا فيها 1-0. هما له راحوا فرصتين لو حضراتكم فاكرين المباراة. أنا عارف إن في أهلاوية كتيرة مش عايزين يفتكروا هذه المباراة، فلو افتكرتوا هذه المباراة هتعرفوا إنه هما راحوا فرصتين جابوا جون وضيعوا واحدة. الكرة اللي جت في العارضة دي وهي بتترفع خبطت في رجل محمد هاني وغيرت اتجاهه وكانت هتخش جون، وده جت في العارضة وطلعت، وكم كرة تانيين كده من بعيد يعني مناوشات. ولكن لو جبنا أرقام هذه المباراة مثلا وقلنا إن 70% هي الاستحواذ للنادي الأهلي و 30% استحواذ لنادي سان داونز، هتقول لي يا إسلام الكلام ده ما يهمش، إحنا اللي يهمنا إن إحنا ناخد الثلاث نقاط، وأنا مع حضرتك 1000000%، ومع كل المجموعة أو كل من ينتقد أداء النادي الأهلي في مباراة امبارح وكل من ينتقد أداء مستر موسيماني امبارح. زي ما قلت لحضراتكم لما يبقى في مجال ان احنا ندافع عن موسيماني هندافع عنه، لما يبقى في مجال ان احنا ندافع عن اللاعبين هندافع عنهم، ولكن اذا كان هناك شوية دلع هنقول ان في شوية دلع، اذا كان هناك شوية اللاعبة شايفة ان مش عايزين ننظر للي فات، مش عايز انظر للتاريخ، خلاص قلنا 1000000 مرة 1000000 مرة وقلنا في هذا البرنامج ان الفارق الكبير ما بين النادي الأهلي وأي نادي آخر هو أن النادي الأهلي ولاعبي وجهازه الفني لا ينظر للتاريخ. البوابة اتقفلت خلاص، الكؤوس اللي خدتها حطيتها في الدولاب وقفلت على الدولاب وخلصت انتهت. خدنا بطولة بننسى هذه البطولة وبنفكر اللي بعدها. خدنا تالت عالم، خدنا تالت عالم وكلنا كنا مبسوطين واحتفلنا وكنا سعداء والكلام ده كله، ولكن انتهى الموضوع. قبلها السوبر الافريقي كنا مبسوطين وطلعنا بموسيماني وقلنا ان موسيماني وقلنا ان لاعبين وكذا وكذا وكذا، ولكن اذا كان هناك هزيمه فالهزيمه اذن ليها اسباب بعيدا عن سوء التحكيم. انا بس ما رضيتش ابدا بسوء التحكيم لان هناك طرد مباشر واضح، ومش انا اللي بقول، كل مصر وكل العالم او كل القاره الافريقيه بيتكلموا عن هذا الامر. امبارح على الرغم من ان انا بعترف ان هذا الحكم هو واحد من افضل الحكام في القاره الافريقيه، ولكن امبارح كان في سوء توفيق للحكم. لو تفتكروا السنه اللي فاتت قدام فيتا كلاب كان حسب ضربه جزاء غريبه جدا من بره ال 18. كل ده انا ما رضيتش اتكلم فيه في الاول علشان ما حدش يقول لي انت بتبرر. انا لا ابرر شيء للمره المليون،